السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دوما في هذه الجمعة المعظمة ما نسوش أيها الأحبة الكرام أننا نكثروا من الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، فإنها وحدها كفيلة بزوال الصعوبات والمشاق، وحدها كفيلة بأنها تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وحدها كفيلة بأن يرزقنا الله وإياكم الخير والفرح والسرور والحبور بإذن الله جل علا. الصالحين من المغاربة من اللي كانوا كيسمعوا بأن الناس عندهم مشاكل والناس عندهم هموم كيقلبوا على حلول معينة، كانوا بعض الصالحين من اللي كيعجزوا أنه يفكروا بعقولهم ويقلبوا على الاستراتيجية العلمية الدقيقة الأكاديمية في إيجاد الحلول، كانوا كيجتمعوا وكيبدأوا بالصلاة على رسول الله ثم يقومون بمدحه المدح النبوي. كاين بعض الصالحين من شدة حيائهم كيقول لك لا أستطيع أن أمدح شخصه وإنما أمدح شيئا معينا. منهم من كان يمدح نعله، نعل النبي، فسمي في الأدب المغربي ما يسمى بالنعليات. النعليات شي وحدين كيمدحوا النعل بحد البلغة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، النعل سمي في الأدب باب النعليات. وهناك من كان يمدح عمامته فسمي بأدب العمائم أنه يمدح عمامة النبي الكريم. ومنهم من يمدح كذا وكذا كثير. احنا اليوم غنبقاو بواحد القصيدة اللي كانوا الصالحين من المغاربة من اللي كيدق بهم الأمور، ما تنزلش المطر ما كينزلش، الفقر كيكون في المجتمع، المشاكل العائلية كثيرة، الضيق، كيقولوا نلجأ إلى الصلاة على النبي. ألم يقل ربنا جل جلاله في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيبدأوا بالصلاة على النبي وبمدحه. بعض الناس فقط مدحوا عمامته وسموه زين العمامة. نبقوا مع هذه القصيدة لعلها تدخل الفرحة والسرور والحبور إلى قلوبنا جميعا ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.